اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من حوار اليوم. الايام دي كنا بنحتفل بعياد الطفوله، ودايما دايما لما بنفتكر الطفوله بنفتكر البراءه اللي جوانا، الطفل اللي جوانا، لكن على الناحيه الثانيه بنفتكر المآسي والعنف والتحرش والتحريض اللي بيتم على الاطفال. النهارده في حوار اليوم كلامي مع الشخص المسؤول الاول عن حمايه الطفوله في مصر. برحب معاكم وبيتشرف حوار اليوم النهارده دكتور عزل عشماوي، امين عام المجلس القومي للطفوله والامومه وعضو لجنه الخمسين سابقا. اهلا بحضرتك يا دكتوره. اهلا وسهلا ونورتينا يا فندم، وشكرا على وقت سعادتك في يعني حوار اليوم. شرفتونا. وعايز اقول بس ان طبعا يعني دكتوره عزه صاحبه خبره طويله جدا في مجال الطفوله تحديدا، لانها كانت عضو باللجنه الدوليه لحقوق الطفل، وبعدين عضو لجنة خبراء حقوق ورفاهية الطفل في الاتحاد الافريقي حتى تولت هذا المنصب. يعني عمر طويل في الطفولة والأمومة. عايز اسألك كده سؤال بسيط يا دكتورة، رأيك ايه دلوقتي في الطفل المصري؟ الحقيقة يعني رأيي ان الطفل المصري حالته ما تصولش، حالته يعني حالته زي حالة اي حد مصري موجود، ولكن الطفل طبعا بما انه الطفل والمرأة والأم بما أنهم أكتر الفئات ضعفا فهم أكتر الفئات اللي بتعرضوا لمشاكل. أنا شايفة الطفل المصري محتار، محتار ما بين العنف، تكنولوجيا، التحولات الكتيرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللي احنا كلنا بنشوفها، الإعلام. صحيح. انتوا حيرتونا كمان من خلال الإعلام، وحيرتوا الطفل المصري، الإعلام والدراما والإعلانات الأفلام الغريبة والأغاني والمدرسة والعنف اللي بيحصل في المدرسة والحوادث الشارع والسلوكيات الغريبة، يعني انهيار في البنية المجتمعية. هل احنا زمان كنا بنشوف أب بيغتصب بنته أو ولاده؟ مخدرات. طفل مصري محتار وفي أزمة. طيب يعني انتوا محتارين تحموا الاطفال منين ولا منين؟ من اهله؟ أكيد. ولا من مدرسته؟ أكيد. ولا من الشارع؟ ولا من المجتمع؟ ولا من الاعلام؟ من الاعلام مثلا. يعني طيب في الحاله دي يعني انتوا تشتغلوا ازاي؟ هتشتغلوا ازاي وسط والله التركيبه دي؟ والله احنا بنشتغل في جو غايه من الصعوبه، يعني غايه من الصعوبه. احنا المجلس القومي للطفوله والامومه طبعا وفقا للدستور ووفقا لقانون الطفل، احنا السلطه الوطنيه او الجهه الوطنيه، خلينا نتكلم بطريقه مبسطه، المعنيه بالطفوله والامومه. انا دايما بقول ان الطفل والام وحده واحده، الطفل والام والاسره وحده واحده، لا يمكن فصلهم ابدا. يعني علاقه ما بين الطفل والام دي بتستمر حتى لو تلاقي واحد مثلا عمره 70 سنة 80 سنة، والعلاقة ما بين الشخص وأمه علاقة يعني هي اللي بتبني شخصية الأم، الطفل من أول حتى ما بيبقى جنين في بطنها قبل ما تتجوز، الزيجة دي هي اللي هتقول الطفل ده هيبقى إيه. صح. الشاب ده هيبقى إيه، الرجل ده هيبقى إيه، وتنمي جواه وتنميه. فدي علاقة مهمة جدا. وانا بعتبر انه المشكلة ان احنا لما بنيجي نتناول اي قضية نتكلم على العنف، نتكلم على التعليم، وبتبقى موضة بقى. يعني النهاردة حصل حوادث عنف، نتكلم على العنف كلنا وننساه. اللي حصل في دار الايتام من حوالي شهرين اللي هو استغلال الاطفال، التحرش لما جت فتح موضوع اطفال الشوارع وبيع الشوارع، استغلال الاهالي الشوارع ان هم بيشغلوا او ناس بيأجروا الأطفال ويدوهم منوم عشان يشحطوا بيهم في تمام. الشارع. إتجار بالبشر. إتجار بالبشر. الفكرة إن إحنا كلنا بنتحرك ورا الحدث، ما بنشوفش المرض، إن إحنا نعمل وقاية من المرض، وبنتعاون نتعامل مع الموضوع جزء جزء، مرة التعليم، مرة الصحة، مرة العنف، مرة زي ما حضرتك قلت التحرش. احنا عاوزين نتعامل مع حقوق الطفل ومع حماية الطفل كمنظور شامل، حقوقي شامل. كل الموضوعات دي كلها لا يمكن فصلها، فصلها عن الأسرة، فصلها عن المجتمع، عن الدولة ككل. يعني احنا دلوقتي حضرتك ممكن تقول مثلا، هل احنا
سؤال بسأله دايما، هل احنا مواضيع العنف دي زادت بعد الثورة ضد الطفل ولا كانت موجودة؟ هي زادت بعد الثورة لأن الثورة طلعت أسوأ ما فينا كلنا. ولا كانت موجودة ولكن مش بهذه الصورة وما بيتمش الإبلاغ عنها؟ وهل حالات العنف اللي احنا المجلس القومي للطفولة والأمومة التقارير اللي بنصدرها دوريا كل 10 أيام وكل شهر، هل هي كل حالات العنف ولا بعض؟ أنا أقول لحضرتك إنها جزء من حالات العنف اللي احنا بنرصدها من خلال خط النجدة، أو أنتوا الإعلام بترصدوها 16,000 أو خط المشورة 16021، هي جزء من الحالات اللي بيتم الإبلاغ عنها. باقي الحالات ممكن يكون في صمت وعدم إبلاغ عنها خوفا من حاجات كتير، من الجاني، من الوصمة، من إن أنا ممكن أكون معرفش إن أنا اللي بتعرض له ده تحرش أو عنف أو فإحنا الحقيقة في تحديات كتيرة جدا ومحتاجين يعني بقول لحضرتك نرجع تاني. حضرتك سألتني بتشتغلوا إزاي؟ بتشتغل في جو غاية من الصعوبة إن إحنا بنضطر ننزل بنفسنا عشان نشوف الحالات دي في المحافظات أنا وزملائي طبعا. بس هو المفترض تنزلوا ولا المفترض إن إحنا يعني مش ده دورنا على فكرة. إحنا دورنا تنسيق، دورنا تنسيقي ما بين الجهات المعنية، دورنا رقابي، دورنا رسم السياسات ومتابعة تنفيذها، دورنا دق ناقوس خطر لما يكون في حالات. رسم السياسة مين هينفذها؟ الجهات المعنية. احنا يعني لسنا جهة يعني تنفيذية. يعني انا بتكلم بقى داخلية كل الجهات المعنية بالطفل، كل الجهات التربية والتعليم وزارة الداخلية ووزارة القوى العاملة ووزارة الصحة، كل الوزارات التي لها علاقة بالطفل هي معنية بإنفاذ هذه الحقوق. عارفة يا دكتورة، وانا بتكلم على الطفل بحس ان احنا بنرتكب جريمة لان بنقتل جيل المستقبل. تكلمنا على الشباب دلوقتي وده بكرة هيستقبل، طب هيستلم البلد والمستقبل، طب ما ده اللي هيستلم الاطفال دي، هتستلم الجيل ده بعد الجيل اللي جاي. يعني احنا بنوقد الاطفال او احلامهم وبنبوظ تفكيرهم. هل فعلا عند المجتمع، عند الجهات المعنية ايا كان بقى، عندهم احساس انه فعلا بيرتكبوا جريمة في حق مصر؟ انا عايزه اقول لحضرتك يعني اكيد مفيش حد مصري مخلص مسؤول هيبقى بيرتكب هذه الجريمه وهو يعني قاصد. من الممكن انه يكون ارتكاب هذه الجريمه بيتم بسبب، خلينا نبقى صراحه مع بعض، ان كل جهه ما بتش يعني رئيس الجهه ده مشتغلش لوحده، بيشتغل معاه كوادر بشريه هي اللي بتدير هذه المنظومه. يعني التعريف بتاع المدير ان هو بيحقق اهداف. في شهر سبتمبر كنت كلمتي وقلتي ان في جماعات اجراميه منظمه في مصر هي اللي بتتاجر بالاطفال. ده جزء من لكن انا بقول لحضرتك المؤسسات بتدار بواسطه رئيس المؤسسه ايا كان بقى وزير او رئيس المؤسسه وتحتيه الكوادر البشرية التي تنفذ أو تحقق الطموحات بتاعت أو تلبي الدور المنوط بتحقيق. يعني كوزارة التعليم مش هقدر أقول إن الوزير التعليم لوحده هيقدر يشتغل في منظومة التعليم. وزارة التربية والتعليم في عندنا الكوادر، المدرس اللي جوه الفصل ده دوره مهم جدا. صحيح. مهم جدا. الاخصائي الاجتماعي، الزائره الصحيه، البواب بتاع المدرسه، السواق اللي بيوصل الاطفال، سواق الاتوبيس اللي بينقل الاطفال، كل المنظومه كلها، الاب والام، تواصل معاهم. فاحنا بنتكلم على منظومه مركبه ومتشعبه كلها بتصب في الطفل ده يكون او لا يكون. طيب هل ده بنعمله عن طريق ايه؟ يعني بنعمله عن طريق توعيات في الاعلام، بنعمله عن طريق ندوات، وده جزء كبير قلت لي ان انتوا شاركتوا في اكتر من حاجه. يعني مثلا بعض النماذج اللي انا بمسكها دلوقتي وهنشوفها، دليل اطفال الحمايه من التحرش، ده الاطفال مثلا عاملينه. يعني الاطفال عاملينه، احنا عاملينه بالتعاون مع يعني احدى الصحف اللي من نص الدنيا، عاملينه للتوعيه الاطفال من التحرش.
ازاي اوعي الطفله انها وهي نازله بنقول لها حتى لو لابسه ذهب قشره ما تنزليش بيه لانه ممكن حد يفتكره ذهب وممكن يتم يعني ازائك بسبب انك لابسه هذه الحليه. وحاطين لها قصص حقيقيه هم اللي حاملين هذه اللافتات من خلال هذا الكتيب المبسط حاملين اللافته دي وبنحكي لها قصص حقيقيه جات لنا على خط النجدة. اطفال زيها تعرضوا للخطر بسبب انهم كانوا بيرتدوا يعني حلي اعتبرها الجاني يعني هي دي اللي ممكن يقتل بيها الطفل عشان يسرق الحلي دي او يغتصب الطفله او فحكيين حكايات حقيقيه بشكل مبسط ومعاها رساله مبسطه عاملينها الاطفال انفسهم. انتوا حاطين يعني حاطين جدول بتشتغلوا عليه مثلا مع طبعاً. مع الصحافه مع الاعلام مع مدارس طبعا مع جمعيات اهليه طبعا احنا من خلال يعني مثلا عايز اقول لحضرتك عندنا مثلا من خلال برنامج حقوق الاسره والطفل برنامج مهم جدا بنشتغل فيه مع الاسره والطفل توعيه بحقوقهم على كل المستويات بقى وزاره التربيه والتعليم وزاره الصحه الجهات المعنيه كلها. فالفتره اللي فاتت على سبيل المثال الاحتفال بعيد الطفوله هم يمكن الاطفال اللي رسموا شكل هذا الاحتفال هيكون ازاي. انه احتفال من جانبكم كان مع السجينات طبعا وده يعني انا بعتبره اهم احتفال عملناه الحقيقه يعني. ده اهم احتفال عملناه السنه دي الحقيقه احتفال انساني محترم جدا بالتعاون مع قطاع حقوق الانسان بوزاره الداخليه. رحنا الحقيقه يعني احتفلنا مع الامهات السجينات جبنا الاولاد والبنات من بره السجن الى جانب طبعا الاطفال اللي هم اقل من سنتين وعملنا لهم حفله كانت يعني فيها مشاعر جميله واختلط فيها الفرح والدموع. ده من جانبكم ما كانش حتى من طلب من الامهات السجينات لا احنا الحقيقه احنا اللي فكرنا في ده بالتعاون مع قطاع حقوق الانسان ان احنا نعمل احتفال يعني انا دايما مؤمنه بان مش الفنادق والحفلات دي هي دي اللي هتقوم الدنيا وهتعمل فرق وهتعمل تغيير. بحاول دايما ان احنا نستثمر الموارد البسيطه اللي عندنا. احنا النهارده كل الموارد حضرتك حتى الوقت انت حضرتك جاي النهارده في كام ساعه عشان توصل في الزحمه بعتبر ان كل يعني مورد عندنا سواء موارد بشريه او ماليه احنا او وقت محتاجين نستثمره في افضل صوره. لانه الطفوله والامومه انت لما بتصلح ام حتى لو كانت سجينه طبعا انت بتصلح جيل طبعا لو عندها اكتر من ابنه واكتر من بنت بتصلح جيل لان دول بيتاثر فيهم المشاعر دي طبعا. يعني حضرتك الامهات دول لهم حقوق حتى لو هم خلف اسوار السجن واحنا يمكن الامهات دول حصلوا على حق لسه ممكن سيدات اخريات لم يحصلن عليه هو الفحص المبكر على اورام الثدي وكان اول فحص مبكر. يعني بنشكر وزير الصحه الدكتور عادل عدوي على انه امر بانه تنتقل هذه السياره المجهزه الوحده المتنقله للفحص المبكر لاورام الثدي لسجن القناطر وبعد كده ان شاء الله سجن دمنهور قبل ما تبدا الحمله بتاعت الفحص المبكر على اورام الثدي. كانوا هم اول ناس اتعمل لهم ده قبل اعياد الطفوله باسبوعين وجاري لسه على فكره ما خلصناش يعني هو جاري الكشف خلصنا تقريبا 300 ام من 490. حقوقهم لازم نلبيها حقوق اطفالهم لازم نلبيها يعني التواصل والفرحه والمشاركه في عيد الطفوله ده شيء مهم جدا وشيء انساني صحيح. بس يظل بين قوسين هو اللي بيعلمنا ويخلينا نمشي كويس ونشتغل كويس هو القانون. وده السؤال اللي هنتكلم عليه بعد الفاصل. القوانين اللي بتحمي الاطفال وزي ما قلتي دكتوره حضرتك بتنسقي لكن في جهات بتنفذ بتضطروا تنزلوا تراقبوا لكن برضو مش كافي. اسمحي لي نسمع اجابه على السؤال ده بعد الفاصل. اساسا حضرتك تظلي معايا خليكم معايا. اهلا بحضراتكم بعد الفاصل. حوار اليوم لسه مشرفانا دكتور عزر عشماوي امين عام المجلس القومي للطفوله والامومه وعضو لجنه الخمسين سابقا. قبل الفاصل يا فندم
اتكلمنا عن الوضع الى حد ما كده الحزين بتاع الطفل اللي جوانا المصري عموما، لكن عايزين نتكلم على القوانين. انتوا كجهه بتنسقوا بتعاونوا مع الداخليه مع الصحه تحركوا اذا كان في احداث، لكن القانون هو لازال هو اللي بيربي اللي بيخوف الناس انها تعمل اي جريمه في حق اي طفل. حضرتك قلت انا طبعا كنت عضو لجنه 50، كنت بمثل المجلس القومي للطفوله والامومه في لجنه 50. طبعا عيني كانت على الدستور ككل، ولكن عيني اكتر كانت مركزه على الفئه اللي انا بمثلها جوه الدستور، الطفوله والامومه. عندنا الماده 80، الماده 80 هي اطول ماده في الدستور، ويمكن اول مره في تاريخ الدساتير المصريه ان الطفل المصري يحصل على هذه الحقوق من خلال ظهير دستوري، اول استحقاق عندنا في مصر بعد ثورة 30/6. حقوق الحقيقة فريدة، ترتقي أن تكون حقوق دولية وحقوق يعني نفخر بها أمام العالم كله. الدولة يعني ملتزمة التزاما كبيرا، ليس فقط في المادة 80 التي خصصت للطفل، ولكن عايز أقول لحضرتك في العديد من المواد الأخرى، المادة 11 اللي بتقول ان الدولة ملتزمة بحماية ورعاية الطفولة والأمومة. صحيح. الدولة ملتزمة بتعليم الطفل وتعليم مجاني، ومش بس تعليم، حتى نهاية طبعا الثانوية العامة مش بس تعليم، ده احنا ركزنا على انه يبقى التعليم اللي بيبني الشخصية والهوية المصرية وبينمي قدرات ومهارات الطفل. طب ولحد ما يطبق الدستور، او معنى اخر لحد ما يبقى في اطار تشريعي نابع او قوانين طالعه من الدستور، التشريعات اكثر من كافيه. يعني انا بقول لحضرتك ظهير دستوري اللي هو اعلى وثيقه، اعلى مرتبه في التشريعات هي الدستور. الدستور فيه من اول الديباج لغايه اخر ماده حمايه مش بس للطفل المصري، للاسره المصريه، للمجتمع المصري. قانون الطفل فيه العديد من الحقوق وفي العديد من الالتزامات، وطبعا التزاماتنا الدولية وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل. ولكن أنا عايزة أقول لحضرتك، حضرتك اتكلمت في حاجة مهمة، هي الأسرة اللي بترمي الطفل في الشارع أو الأسرة اللي بتعرض الطفل للخطر. احنا عندنا مادة في قانون الطفل من 2008، مادة 96، تعريض الطفل للخطر. أي حد ممكن يبلغ عن أب رفض ان هو يعلم ولاده ورماهم في الشارع او بيشغلهم او بيشغلهم في التسول. اي حد مواطن مصري من حقه يبلغ. الفكره انفاذ التشريعات هي الحقيقه هي المهمه. صح، انفاذ التشريعات اللي بتعلم الناس، يعني احنا محتاجين يعني بعض التعديلات. خلينا اقول لك بشكل صريح يا دكتور اعزائي يا فندم، وحضرتك بتمشي في الشارع زينا والناس كلها بتمشي، ما فيش إشارة في الشارع الرئيسية في القاهرة الكبرى إلا وفيها أطفال بيتسولوا، بيبيعوا مناديل بقى، بيبيعوا أي كان أو أي نوع من التسول. نفس الحال ما فيش إشارة أو أماكن زحق ازدحام سيارات إلا وفي واحدة سيدة شايلة طفل أو طفلة، وطبعا نايمة على طول الوقت زي ما قلت حضرتك بدون منول إلا ويعني وبتتسول. ما حدش نزل وبلغ وقال مرة المنطقة الفلانية يا جماعة دي فيها كذا، المنطقه الفلانيه دي فيها كذا وهكذا. انا عايزه اقول لحضرتك احنا يمكن عندنا فريق الشارع من خلال دار فيس لاعاده تاهيل اطفال الشوارع. فريق الشارع هو بيرصد الاشياء دي ويبقى في استجابات لبعض الحالات، وفي بعض الاطفال اللي بناخدهم للدار. ولكن انك تاخد طفل تقنعه تكسب ثقته، تبني الثقه معاه، انك تكسب ثقته تاخده معاك للدار، أمر مش سهل. يعني أنا عايزة أقول لحضرتك أنه من خلال متابعة فريق الشارع في ميدان روكسي تحديدا أسرة وأطفال بالشارع، هذه الأسرة موجودة تحت شباك تذاكر بتاع سينما مشهورة في روكسي، تمام. فريق الشارع بينزل، هؤلاء البنات بيروحوا مدرسة، فريق الشارع بيحاول ان هو يعني يثني الاسره عن الاب. الاب طبعا بيشتغل منادي والام بتبيع مناديل والبنات حواليها بما فيهم الطفله الرضيعه اللي هي شايلاها،
حاول ان هو يثني هذه الاسره على ده. مش كانت بنتهم يعني ولا لا، هي هم اولاد ولادهم، لان يعني حتى يعني بيقول لحضرتك يثنيهم عن هذا الفعل. هم رافضين تماما ترك هذا المكان تحديدا وترك الشارع، على الرغم من ان احنا بنشرح لهم قد ايه اطفالهم البنات بيتعرضوا للخطر، وبنحاول ان احنا يعني ناخدهم عندنا حتى في الدار ما بيرضوش. الاسره دي ليها بيت في المرج. هذه الاسره حتى لما كانت الام حامل اتفقنا معاهم، او فريق الشارع اتفق معاهم على انهم ياخدوا الام عشان تولد بمعرفتنا، رفضوا. في صعوبه شديده جدا، محتاجه شغل كتير جدا على الارض عشان هذه على المشكله. على نظام مبدا اذا حد اشتكى او عانى او تعب فياخد يعني مساعده او الى اخره، لكن طالما يرفضوا مبسوطين يبقوا كده فخليهم يرفضوا يعني انهم يسيبوا هذا المكان. يعني اكيد بيطلعوا طبعا اكيد بيطلعوا يعني بيطلعوا، لان هي وده نموذج البنات يعني في المدرسه. على فكره البنات في المدرسه وفريق الشارع بينزل يذاكر للبنات ويقعد يعمل معاهم انشطه في الشارع، لان يعني في برضو عندنا جزء انشطه في الشارع وانشطه داخل الدار للاطفال اللي هم بنقنعهم انهم يجوا الدار. يعني لما بيجوا الدار بنبتدي نعمل معاهم انشطه، بنرجعهم المدرسه، بنحاول نرجعهم تاني لاسرهم لو في مشكله قانونيه بنحلها. لكن اللي في الشارع من الصعب جدا ان حضرتك تاخده من الشارع. غير طب انت تقولي للمواطن ايه؟ بلاش نقول الداخليه، لان الداخليه هينزلوا هيشلوهم انا يعني انا الحياه محتاجه تقولي للمواطن ايه او المواطنه على اساس يعني ما نحبش نشوف كده. يعني لما بيجي ناس يزورونا من بره في مصر بقى دي من معالم مصر التسول في الشوارع. الحقيقه يعني برضو الناس اللي بيأجروا ولادهم، دي قريه معروفه في الفيوم بيأجروا ولادهم اللي هم حديث الولاده ومنهم الاطفال ذوي الاعاقه، بيأجروهم عشان يجوا في المواسم، بيخدروهم زي ما حضرتك قلت عشان استخدامهم في التسول، وده نوع من الاتجار بالبشر طبعا ومجرم قانون العقوبات بيجرمه. تمام. لكن انا عايزه اقول ان كل اسره محتاجه يعني رعايه وحمايه ومحتاجه وعي. يعني احنا محتاجين نرفع وعي الاسر دي، محتاجين الاعلام يقوم بدور، كل جهه عليها دور كبير جدا في اللي انا بحكيه ده. مش احنا بس كمجلس، كل جهه محتاجه حضرتك رساله صغيره يوميا لكل اسره مصريه من خلال الاعلام بشكل نرجع لاعلانات زمان، الاعلانات اللي لسه فاكرينها الست ثانيه اللي هي عشان نقطه الميه، حضرتك كنا صغيرين جدا ولكن فاكرين هذه الاعلانات، التامين يعني في اعلانات كتيره جدا كانت ترشيد الميه، تنظيم الاسره، في اعلانات كتير جدا كانت مؤثره زمان وكانت امكانياتنا التكنولوجيه بسيطه جدا، ما كانش عندنا تلفزيونات الوان حتى. ما انا عايزه اقول لحضرتك احنا محتاجين نشتغل رفع الوعي بخطوره ده، وان انا اجيب نماذج واحكي. يعني كان في مسلسلات عادات وتقاليد، مسلسلات كانت اكثر من رائعه زمان، كانت بتخش البيت وكانت الرساله ما بتتنسيش. النهارده حضرتك كام مسلسل بنتفرج عليه؟ انت شايفه موضوع الافلام والمسلسلات و شايفه حاجه مؤسفه الحقيقه، طلع جيل حاجه مؤسفه الحقيقه، يعني حلاوه روح والافلام اللي احنا بنشوفها دي والاغاني الهابطه اللي هي يعني الحقيقه. يعني انا بستاء جدا لما اكون في اي مكان واسمع ده مفيش فن نهائي نهائي، مفيش نوع من الفن غير ان الاطفال اللي هم لسه يعني صغيرين ابتدوا يرددوا هذه الاغاني اللي هي مش بتاعتنا، يعني هي مش دي اغاني مصريه. صح. يعني احنا محتاجين نعود تاني للثقافه المصريه، لكل حاجه كانت عندنا زمان، عاداتنا وتقاليدنا اللي فيها وطنيه فيها احترام. انا بفرح قوي لما اروح بعض المحافظات والاقي المحافظ بينزل، هي يعني بحيي محافظ البحيره، بينزل يوميا يحيي العلم مع التلاميذ في المدارس. صح. خطوه محترمه جدا، ويقولوا تحيا مصر ويغنوا مع بعض. يعني دي حاجه مهمه جدا ان انا ابتدي ارجع تاني روح الانتماء والوطنيه للاطفال، لان الاطفال دول مين اللي بيأثر؟ حاجات كتيره، الاعلام، الانترنت، في رسائل كتيره جدا بتيجي من خلال فيسبوك وخلال تويتر للاطفال. وحضرتك كل النهارده حتى في الريف الجميع عنده يعني مجال للدخول على الانترنت،
والحصول على المعلومات. بعض البلدان بتعمل بروكسي، ما يسمى بروكسي يعني، على بالظبط، بس بتدفع مبالغ كتير يعني. اكيد يتم الموضوع ده. احنا ما اعتقدش ان عندنا المجتمع. هذه الحمايه بتحمي المجتمع. احنا ما عندناش هذه الحمايه، ولكن انا قصدي اقول لحضرتك مش بس الحاجات الاباحيه، ولكن الثقافات الغريبه وبس الافكار الهدامه. يعني يمكن كان عندنا اطفال الاسبوع اللي فات في اطار احتفال بعيد الطفوله من سوهاج، قالوا لنا ان في جماعه بتيجي الساعه 7 الصبح عشان تنشر الاسلام. قلنا لهم يعني ايه تنشر الاسلام؟ قالوا بتيجي تنشر الاسلام عندنا في ال... يعني تنشر الاسلام يعني ايه؟ دي جماعات بتخرب عقول الاطفال، اطفال المدارس بتخرب عقولهم، يجوا من الساعه 7 الصبح يبتدوا ينزلوا ويشجعوا الاطفال انهم يعني يرددوا شعارات ويبثوا افكار هدامه، افكار ارهابيه. الاستغلال السياسي بقى زي ما كنا بنشوف في رابعه والنهضه، وبعدين بقى دلوقتي بقى التظاهرات تلاقوا الاطفال تكون هي مثال للتظاهرات السياسي، وكان يعني البراءه السياسيه اترسمت على الاطفال. والله انا شايفه ان ده طبعا صوره سيئه جدا استغلتها الجماعه، يعني ضد فئه يعني المفروض ان لو انا عندي دين احترم حقوق الطفل زي كما تعلمنا من الرسول عليه الصلاه والسلام. الطفل ده يتعين ان يكون يعني فوق راسنا، ما نستغلوش، ما نرهقوش، وما نحطوش في هذه الصوره اللي بتعرضه ان هو ممكن يموت. صوره سيئه جدا، لان الاطفال بيستغلوهم في الانتخابات، انتخابات البرلمان الماضي، حمل لافتات والاقيهم راكبين عربيات في عز المطر وممكن يقعوا من هذه العربيات. الاطفال دي ما بتبقاش عارفه في بعض، طبعا يعني 90% مش عارفه. الاطفال دي عندها هي يعني تفرح بلعبه وفسحه. الاطفال دي بيدوا الاولاد ليهم فلوس او لاولياء امورهم فلوس عشان الاطفال يشاركوا. بنجد صوره سيئه جدا. يعني هل هو من الدين ان انا اخلي الاطفال يحملوا اكفان او يتصدروا مظاهرات او يعني يتعرضوا للخطر او يشيلوا مولوتوف؟ هل هو يعني صح ان انا النهارده اروح لطلبه المدارس وطلبه الجامعات وابتدي اقول لهم احنا جايين ننشر الاسلام؟ ده يعني انا الحقيقه فوجئت من الاطفال في سوهاج انهم بيحكوا لنا هذه الحكايات، ويجوا يقولوا لنا اهتفوا واحملوا شعارات. ويعني الاطفال نفسهم بيبقوا مستغربين من يعني ان في ناس بهذا الفكر يعني. ويمكن برضو الاسبوع اللي فات كانوا بيكلمونا على انه لما بيبقى عندهم حد من الاخوان في محافظاتهم بيقولوا هو يعني رايه وبس، لما بنيجي نتفاهم معاه حتى الاطفال ما بيردوش يسمعونا. فالحقيقه عملتوا كتير من البلاغات وقت طبعا عملنا كتير من البلاغات، يعني نظرا لاستغلال بعض دور الايواء الأطفال الأيتام، للأطفال بحمل شعارات وتصدرهم للمشهد السياسي بشكل يعني كان فج جدا، وكان مظهر من مظاهر انتهاك حقوق وبراءة الأطفال والاتجار بالبشر. نفسي زي ما خرج قانون المرور ده لأنه كده شديد، يخرج قانون برضو للأطفال يبقى شديد والرقابة تكون عليه جامدة. نفسك في كده؟ طبعا لما بشوف أب رمى ثلاث ولاد اطفال في الشارع لانه اتخانق مع امهم ونفسيته تعبان ورماهم في الشارع، وبعض الناس عملوا بلاغ على خط النجدة وقالوا في ثلاث اطفال مرمين في الشارع. طبعا الخط بينزل وبنشوف ايه الحكايه، بنلاقي اب اتخانق مع الام وقرر ان هو يرمي الاطفال. اب قتل بنته، يعني هل ده صح؟ ام خدت الولاد او اعتدى على بنته وحملت تحت تاثير المخدر. برضو يعني سكوت الام عن انها تشوف مظهر زي ده وتسكت، برضو ده يعني محتاج ان احنا كلنا نتكلم، يعني محتاج ان احنا كلنا نعلي صوتنا زي ما احنا كان شعار حملتنا احمي نفسك وعلي صوتك، ان احنا نتكلم عن اي حد لقينا ان هو بيتحرك معانا او بيتصرف معانا تصرفات المدرس، حتى لو كان حد من افراد الاسره، وده بنلاقيه للاسف سلوك يعني منتشر، حد من افراد الاسره، العم، يعني الاب، المدرس، يعني بيستغل براءه هؤلاء الاطفال وبيخوفهم ان هو ممكن يعتدي عليهم او يتحرش بيهم. اسال يعني ساعتك سؤال واستغل
بما ان حضرتك طبعا دكتوره ويعني وسيده فاضله، هل وتفهمني طبعا السؤال ده، هل فعلا الحنيه فينا قلت في مصر؟ ما بقناش حنينين على يعني ما بقناش حنينين على نفسنا او على جيراننا، مش هنبقى حنينين على الاطفال. انا يمكن الموضوع ده فكرت فيه يعني لسه الاسبوع اللي فات لما شفت الاب اللي هو اعتدى على بنته واعتدى على اخته. فكرت في كده، قلت فين الرحمه؟ ما بقاش في رحمه، ما بقاش في يعني في حاجه اتقتلت جوانا في المصريين. طبعا في حاجه اتقتلت جوانا، يعني ان انا هل غياب العقل، طبعا هو غياب العقل يعني المخدرات لما بتغيب العقل الى جانب ان القيم، وهو الاب بيتحجج بحجج واهيه ان الام ما كانتش فاضيه عشان على فكره برضو في ستات برضو قاسيات، يعني عشان ما نقولش الاب هو، يعني انا قصدي اقول المجتمع ككل، يعني في يعني اللي بتخدر طفله او طفل وتشيله عشان تتسول بيه، هي الام. طبعا انا برضو دايما اقول هي مش ام، هي اللي خدرت بنت، خلت عاشقها يعتدي على بنتها ويديها راس رمادول. هي يعني طفله كانت يعني ما وصلتش الاربع سنوات، ويعني انا بعتبر ان شفاء دلوقتي بتتمثل للشفاء الحمد لله. ده يعني ده اللي حصل في اسكندريه، في بورسعيد، في مدن البحريه. الطفله الحقيقه يعني انا اول مره شفتها يعني رحنا لها المستشفى الحقيقه مع سياده المحافظ، لقيتها الطفله كان في حاجز بينها وبين الدنيا، يعني الطفله في عالم اخر، واقفه خايفه ولكن النهارده الطفله بتتمثل للشفاء، وبيتم اعاده تاهيلها وعلاجها نفسيا وهي في احدى الدور. ولما بروح بقعد العب معاها وبنتكلم معاها، وهي يعني طبعا مش عمرها ما هترجع زي الاول، ولكن يعني هي افضل تتفاعل. هو ده السبب انه ويمكن ده الوحيد اللي جابها، يعني احنا في حوار اليوم اتكلمنا مع الداخليه، مع البيئه، مع كتير من الشؤون الاجتماعيه. هو ده السبب انه فعلا ما بقاش فيه رحمه، قلت، فبالتالي زاد العنف، مفيش تكافل. هل حتى لو انا ضد الاطفال طبعا اللي هم المفترض يعني ارق الناس او ارحم الناس، المفترض ان الواحد يعني يكون رحيم معاك. هو في تباين كبير كمان يعني وتفاوت في المستويات، يعني غياب التكافل الاجتماعي، يمكن غياب العداله الاجتماعيه. يعني بتلاقي مثلا اسر، ده اللي يمكن شاهدناه في الاعلانات اللي كانت موجوده في رمضان، اعلان بيتكلم على منتجعات فيها كل حاجه، واعلان اطفال، واعلان تاني بيتكلم على اطفال مش لاقيه تاكل، ومسلسلات بتقول ان الاطفال بتاكل من الزباله وعايشه في الشارع وفي عنف وفي وفي وفي. ليه انا ما بطلبش مثلا من اللي بيعمل الاعلانات دي، من حقه ان هو بيستثمر واحنا محتاجين المستثمرين، وبيعمل منتجعات فاخره، ليه ما بطلبش منه انه يدينا جزء من في اطار المسؤوليه الاجتماعيه، يخصص جزء للتبرعات لهؤلاء الاطفال، جزء للاعلام الاجتماعي للتوعيه. ليه ما بيكونش فيه كده؟ يعني ليه ما بيكونش فيه؟ انا فكرتوا انتوا تاخدوا حمله كده، والله يعني لا احنا ما بنطلبش تبرعات الحقيقه خالص. لا مش تبرعات، ليه؟ يعني تبرعات تساهم الناس بحيث تكبر الموضوع. عندنا كم احنا بنطرح الفكره، عندنا كم طفل بيمسح العربيه، احنا بنطرح الفكره الحقيقه، ولكن برضو انا بطرح فكره ان يكون في مدينه او في يعني مكان زي مكان للاسره انها تخرج فيه، الاسره البسيطه، مش لازم المول التجاري الفاخر. طالما الامانه تتوفر في شخصك فبالتالي انتوا تكونوا رقيب عليها، لان انتوا هتهتموا بالناس، هتهتموا بالاطفال على الاقل. والله يعني احنا في الوقت الحالي يعني ما فكرناش في حاجه زي كده، لكن انا بقول ان احنا محتاجين مبادرات عديده في اطار مسؤولياتنا يعني الوطنيه. محتاجين الدوله تفكر انه يكون في مكان للاسره بعيدا عن المولات التجاريه. الحقيقه انا بجد ان المولات التجاريه اللي موجوده حاليا هي مولات مستفزه جدا. انا الحقيقه يعني اما بروح بفكر كده بقول هل كل الشباب اللي موجودين دول عندهم القدره انهم يشتروا هذه الماركات العالميه؟ ليه ما يكونش في مول للاسره المصريه انها تروح تجد فيه متوسطه، واقل من المتوسط كمان،
احتاجت فيه كل احتياجاتها، تتغدى مع بعض، يبقى في تواصل ما بين الأسرة، يبقى في استشارات قانونية للأسرة، يعني يبقى متقسم هذا يعني المول أو هذا المكان للأسرة المصرية البسيطة. أقدم له محلات تبقى يعني في متناول يدهم، وتبقى جودة على جودة طبعا، مش تبقاش حاجة يعني صحيح. في استشارات قانونية، في يبقى في مثلا توفر في مشورة نفسية وإرشاد أسري، يعني يبقى في تواصل. طيب احنا طول الوقت اتكلمنا عن الأطفال يعني العاديين، عايز اتكلم على دور الأيتام تحديدا والدور اللي بيعمله المجلس، بس استأذنك يعني هنقف فاصل ونرجع نكمل حوارنا في الجزء الأخير من حوار اليوم، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم بعد الفاصل، حوار اليوم الجزء الاخير اللي مشرفانا فيه دكتور عزة العتماوي امين عام المجلس القومي للطفوله والامومه وعضو لجنه الخمسين سابقا. في الجزء ده يا فندم عايزين نتكلم او نبداه بالايتام، دار الايتام، خاصه بعد ما ساعتك قلتي انه مش بنتعامل بالصوره كامله للاطفال الا لما بنتعامل مع جزئيه لما يطلع منها مشكله، لما طلع من الايتام، لما طلع من اطفال الشوارع او الى اخره. دار الايتام ايه الدور اللي بيعمله المجلس بعد ما اسير؟ طبعا الناس عارفه القضيه وكذا قضيه لاستغلال الاطفال في دار الايتام. هو دار الايتام الحقيقه المجلس مش من النهارده او من يعني عده شهور اللي قام بالابلاغ عن دور الايتام، لكن الموضوع ده موضوع قديم، يعني موضوع قديم من ايام دار ليله القدر، يمكن من قبل الثوره. موضوع قديم وميراث يعني لوزارة التضامن أو وزارة الشؤون الاجتماعية لما كانت، موضوع برضو بيقول إن إحنا عندنا مشكلة في الكوادر البشرية، عندنا مشكلة في الإدارة، محتاجين إدارة ومحتاجين بني أدمين. يعني هذا الموضوع والتعامل مع الطفل، طفل الشارع أو الطفل اليتيم أو الطفل ذي الإعاقة اللي هم أطفال في حالة في ظروف استثنائية وظروف خاصة، محتاجين بني أدمين يتعاملوا معهم، بشر إنسان، مش محتاجين موظف بيقوم بدور يعني بيبقى قاعد باصص في الساعة إمتى الميعاد هيخلص عشان أمشي، هاخد كام بكرة، مش حاجي الكلام ده، لا محتاج كوادر بشرية ليها مواصفات خاصة بيتعاملوا بشكل إنساني، محتاجين أحياء ضمير إنساني، أحياء ضمير إنساني. يعني هم هيبقوا عارفين إن هم مفيش حد شايفهم غير ربنا، لازم يتعاملوا مع هؤلاء بشكل إنساني لأن هم بيقعدوا معاهم أكتر من أي حد. إحنا نادينا إن يكون في كاميرات مراقبة في هذه الدور، إن يكون في كشف على هؤلاء الأشخاص من الناحية الأمنية ومن الناحية يعني صحيفة جنائية لهؤلاء الأشخاص، وايضا كشف نفسي، يعني الـ يخضعوا للاختبارات النفسيه هؤلاء اللي بيقوموا على وايضا يتم تدريبهم وتقييمهم، ويكون في اشراف خارجي وتقييم ومتابعه مستمره، يعني اشراف من جهات محايده، ما يبقاش مثلا هو الشخص المعني هو اللي بيشرف عليهم، ما هو لازم يسدد برضه خانه ان هو لقى الدنيا تمام. صح، لان اللي بيشرف على دار الايتام ده بجانب عقابه في الاخره في عقاب دنيوي، ده بيبوظ جيل، اكيد هو بيبوظ هؤلاء يعني الاطفال اللي هم بيبقى يعني ذنبهم الوحيد انهم ايتام او تخلى عنهم المجتمع، تخلت عنهم اصولهم، او يعني ده رجعنا تاني لموضوع التكافل الاجتماعي. صحيح. وموضوع ان كل واحد يحس بالرحمه تجاه الفئات الضعيفة. هل 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 بتشمل عين رقيب من جانب المجلس على طبعًا كل طبعًا الدار اللي بتهتم حتى بالرعاية، زي أحد الدار كانت في العبور إلى آخره، كان في كلام عليها إن في عنف فيها؟ لا الحقيقة دار في العبور إحنا رحنا ولم يكن هناك أي شيء الحقيقة، بالعكس دي هي دار من أفضل الدور اللي موجودة، واحنا لما بيكون في اي يعني شكاوى جايه لنا بنقوم بتشكيل لجان لتقصي الحقائق من افراد المجلس ومن اعضاء خط نجده الطفل بانفسهم، بينزلوا
عشان يشوفوا الموضوع اذا كان مظبوط او لا، وبيتم اعداد تقرير والابلاغ وزيره التضامن وابلاغ النيابه العامه، وفي بعض الاحيان بنقوم بتحرير محاضر في الشرطه. كان في دار في القاهره الجديده، يعني برضو قمنا بتحرير محضر في الشرطه. يعني بنعمل كل الاجراءات الحقيقه يعني لكي لا يظل الاطفال في هذا الوضع. يعني دار السيده زينب وغيرها ودار مكه، العديد من الدور. عايز اروح لزواج القاصرات اللي لسه موجود لحد دلوقتي. طبعا برغم كل التوعيه اللي بتعملوها واللي بتتم، والتوعيه اللي يعني انضفت فيها المجتمع وبعد ثورتين وغيره وغيره، نسبته قلت. هل عندكم نسب معينه ولا احنا لسه في اطار بنحاربه؟ عندنا، انا ما بحبش كلمه زواج القاصرات الحقيقه، انا دايما اقول زواج الاطفال او زواج الصفقه او زواج يعني اللي هو بيندرج تحت الاتجار بالبشر. في زواج اطفال ده موجود في الصعيد، مازال موجود، وعملنا يمكن دراسات بتقول ان هو موجود في الصعيد، وفي محافظات موجود فيها زواج الصفقه زي الفيوم وزي الجيزه وزي كفر الشيخ زي الشرقية. ده زواج بهدف يعني تحقيق منفعة مالية واعتبار البنت سلعة، متعة ومالية. اعتبار البنت سلعة تباع وتشترى. بالظبط، زواج الصفقة تباع وتشترى، وطلع بيها فتوى يعني مسؤولة الحقيقة من المفتي السابق انه ده بيعتبر نوع من الدعارة المقنعة، وان الاب اللي يعني تسقط ولايته على الطفلة اللي هو بيزج بيها في مثل هذه الممارسات اللي يعني اللي بتعرضها انها مستقبلها بيروح. وبعض الكرة في الفيوم الحقيقة فيها بقى زواج شكل تاني بقى، اللي هو تزويج بنات من اشخاص ذوي اعاقة غير مصريين وتسفيرهم، جرائم منظمة يعني عابرة للحدود الحقيقة بتبقى يعني. وهناك بقى بيشوفوا الاهوال لما بيسافروا بيفاجئوا ان يعني تم تزويجها لشخص يعني ذي اعاقة، وهناك يعني بياخدوا طب غرض ان يحصل على تحصل على جنسيه. لا لا، ده برضه بيع وشراء، برضه يعني بيع وشراء. بيع وشراء زواج صفقه بيندرج تحت زواج الصفقه، ولكن بيبقى فيه طبعا يعني تضليل وتزويجها لشخص معاق. بتسافر تلاقي نفسها يعني شخص مسن معاق يعني، وطبعا بتبقى صعب انها ترجع تاني، في مشاكل في عودتها. كترت كمان في الايام بعد الثوره ولسه لحد فتره بسيطه عمليات الخطف. موضوع الخطف طبعا ده الموضوع زاد، خطف الاطفال. واحنا يمكن برضو نزلنا يعني العديد من التوعيه، طلبنا من الاسر انها لما يبقى في تجمعات ويبقى في يعني فرح، بيبقى في عيد، يبقى في مكان عام، الام ما تسيبش اطفالها بدون الاهتمام بيهم وبدون انها تبقى معاهم، لان ده بيؤدي الى خطف الاطفال. وايضا يعني نزول الاطفال في حتى في الريف خاصه يعني بيعرضهم، نزولهم لوحدهم بيعرضهم للعديد من المشاكل، الاغتصاب والخطف يعني الخطف طبعا هو شق الجنائي يعني، طبعًا. وفي جزء منه نوعي الاهل، غير كده ما نقدرش نعمل حاجه يعني. هو طبعا التوعيه مهمه جدا جدا، لانه كتير بيبقى الاهل عليهم هم الذنب الحقيقه، انهم بيبقوا يعني مش واخدين بالهم من اطفالهم في الزحمه في اماكن مزدحمه، وما بيتمش بقى الابلاغ بسرعه نتيجة الصدمة والمشكلة اللي بتحصل، لأن بيتم بقى بعد كده نقل الطفل لمحافظة أخرى. وده يمكن شفناه، كان في طفلة اتخطفت في بورسعيد تم نقلها لدمياط في ثواني، سيدة ما كانتش بتنجب نقلتها في ثواني. فمحتاجين كمان وسائل الإعلام إنها تنشر على طول صور هؤلاء الأطفال. يمكن بعض الصحف الحقيقة بتقوم وقامت بالفعل بمساعدة طفلة إنها ترجع لأسرتها، بسبب إنه يعني شهدها حد كانت منشور صورتها وعرف انها مخطوفه. الدكتور عزف فندم، يعني احنا تقريبا سنه على المنصب في الامانه، ووقتها كان لسعاده التصريح انه احنا في اطار بنعد احصائيات وارقام عشان نقول الخطر اللي بيعيش فيه المجتمع، احصائيات لاطفال الشوارع، احصائيات للعنف اللي بيتم للاطفال، عماله الاطفال، زواج القاصرات. هل بتفكروا الاحصائيات دي
تاخد بقى الامور بعد سنه كامله. حضرتك في فتره في شهرين وفي كل 10 ايام، انا بتكلم على الفتره بشهر. الفتره الماضيه الحقيقه احنا كنا عايزين نعمل مسح قومي لقضايا الطفوله والامومه، اللي وقفنا الحقيقه تمويل هذا المسح. هذا المسح خاص جدا، لان طبعا هذه البيانات بتمس الامن القومي، فاحنا بنبقى حريصين جدا. المركز القومي للاحصاء والتعبئه ما احنا يعني الحقيقه يعني في طور التنسيق معهم، اللي احنا يعني انتهينا منه هي دراسه في الفيوم عن زواج الاطفال وزواج الصفقه والمشكلات الخاصه بالاتجار بالبشر، وايضا انتهينا من بحث عن العنف ضد الاطفال، ده واقعي الحقيقه جدا. يعني بنامل انه يكون في شراكه ايضا لنعد بحث عن الهجره غير الشرعيه للاطفال. فيما يخص عماله الاطفال لسه لم يعني نعد اي شيء فيما يخص عماله الاطفال. بنساهم مع المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه ووزاره التضامن في مسح عن اطفال الشوارع، ده ساهمنا فيه من شهرين تقريبا. وبنأمل ان احنا نستكمل قواعد البيانات، لان طبعا وجود قواعد بيانات ده شيء مهم جدا. بالاضافة انا عايز بس اوري ان في نماذج مشرفة في مصر، بالاضافة للطفلة بتاعة بورسعيد اللي كان اعتدي عليها، عشيق الزوجة الى اخره، يعني في نماذج تانية في اكثر اشراقا تمها وكانت باستعانة بالمجلس الحقيقة. كان في كان في طفلة يمكن من شهر ونص تقريبا بعد العيد على طول، كانت طفلة بتعمل خادمة في بيت يعني مشبوه، وأول ما المجلس الحقيقة يعني عرف إن هي البنت موجودة تم يعني تم القبض على هذا البيت، وكانت في الطفلة دي محبوسة بقالها عدة سنوات، كان بيتم تشغيلها في عمالة قصرية ومحتجزينها هذه الأسرة وبيعذبوها. فقمنا الحقيقة على طول بالتوجه إلى يعني مكان كانت محتجزة في القسم، وطلعناها وديناها مستشفى العامرية، وتم علاجها في هذه المستشفى، وكان عندها كسور في الفك وكسور في جسمها وحروق ونفسيا، وكان عندها أنيميا يعني شديدة جدا، الهيموجلوبين كان 7. يعني الحقيقة ده كان برضو دور مهم عملناه. وبعد كده هي موجودة في إحدى دور الرعاية في اسكندرية. ده موضوع مهم، لأن الحقيقة كانت البنت في حالة سيئة جدا. بنحاول إن إحنا نتواصل، يعني في حالات بنعمل معها يعني جهد الحقيقة، في حالات أخرى بيبقى في مشاكل كتيرة جدا بتعوق إنهم يحصلوا على حقوقهم. ده صحيح. ومنهم طفل يعني شهير حد عليه رقابة في ثروه، لا يعني يمكن طفل شهير اللي انا يعني متبنيه حالته، احمد بتاع الشرقيه. الحقيقه يعني انا لغايه دلوقتي الطفل ده كان اغتصبه طفل اخواني في الشرقيه في صن الحجر. ويعني بعد محاولات نقلناه بالبيس في شقه جديده، لان طبعا كان في مشكله في المكان اللي هم بيعيشوا فيه في وسط الاخوان، وكل المنطقه عرفت ان هذا الطفل تم اغتصابه. يعني طبعا الجاني مقبوض عليه واخد 15 سنه، ولكن الطفل حاليا هو واخواته في البيت مش عارفين ننقلهم لمدرسه. هي دي الحقيقه مشكله وتحدي كبير بيواجهنا، وطول الوقت عمالين بنعمل اتصالات ب يعني هو ما بين الازهر. مين اللي مش موافق يعني؟ هو حضرتك هو كان في مدرسه ازهريه هو واخواته، عايزين ننقله تبع وزاره التربيه والتعليم. الحقيقه دي يعني مشكله بتصادفنا واحنا مش ساكتين، ولكن يعني الاطفال هيروح عليهم السنه، فاحنا طبعا عايزين ان احنا ننقلهم. هم ده موجه لل طبعا ما بين الازهر وما بين التربيه والتعليم الدراسه الازهريه، وارسلنا يعني خطابات خطابات عايزين ننقلهم من الازهر للتربيه والتعليم، يبقى جنب المكان اللي هو بيقيم فيه. مش ممكن طفل واخواته هيروح عليهم السنه لأشياء إدارية. أنا معرفش يعني طبعا أنا بحترم جدا الإداريات، ولكن أنه ده حق الطفل في التعليم، هو وإخواته كفاية اللي حصل لهم من عنف واغتصاب، وأن كل الناس عرفت، وكانوا الأسرة كان بيتم يعني الاعتداء عليها اعتداء جسيم من قبل الإخوان في المنطقة اللي كانوا عايشين فيها. فهل يعني أنهم ما يحصلوش على حقوق في التعليم ويبقوا قاعدين في البيت؟ هل ده احنا مش هنسكت على كده؟ طبعا طبعا طبعا، وحاجات اداريه. واحنا من شهر 8 يمكن المجلس قايم معاهم بدور، عارفين ان في مدرسه وعارفين ان لازم ننقلهم.
ولكن التراخي بقى في الحصول على الحق والتراخي في الوصول الى انفاذ حقوق هؤلاء الاطفال، اهي دي بقى من المشاكل اللي بتصادفنا. قبل ما ينتهي البرنامج بس عايز الوقت جري مع سعادتك دكتور عزه، بس ارجع تاني واقول توعيه ونقول على الاعلام وما يقدم للاطفال، نراعي فيه ايه وما نراعيش فيه ايه. دي رساله لكل القائمين على الاعلام او السينما او المسلسلات، اللي بيقدم للاطفال وراعوا فيه ايه عشان ربنا يعني انا بحلم الحقيقه انه يكون في يعني تلفزيون يبقى فيه اعلام موجه للاسره المصريه كلها. تاني هرجع اقول ان كان في نماذج ناجحه جدا من المسلسلات اللي كانت بتقدم رساله للاسره، اعلانات كانت بتقدم، يعني الاعلانات دي راسخه في اذهاننا لحد النهارده. فاكيد الاعلانات دي كانت اعلانات قيمه جدا ومؤثره جدا، ان احنا مش قادرين ننساها، مش قادرين ننسى ان احنا ما نسيبش الحنفيه مفتوحه عشان نقطه الميه دي، واحنا النهارده محتاجين نقطه الميه دي. اكيد الاعلان ده كان اعلان صح. حتى لو هي اعلانات قديمه نجيبها تاني، نجيبها تاني ونستعملها تاني، لان زي ما بقت فعلنا احنا واحنا كبار طبعا تبقى فعلهم لما يكبروا. اكيد اكيد ان الاعلانات دي كانت اعلانات، المسلسلات دي كانت مسلسلات قيمه جدا. طب انت بتحلمي ايه؟ بتحلمي مثلا يكون في زي كده مثال، يعني يكون كمين شرطه، يكون كمين واحد شخص ضد عنف الاطفال وتسولهم يكون موجود في كل منطقه؟ اتمنى ده من خلال لجان حمايه الطفل اللي هي موجوده بالفعل على الورق واحنا بنحاول نفعلها. اتمنى ان يبقى في هذه اللجان، لجان فرعيه موجوده وكل واحد بيشتغل فيها حاسس ان هو بيشتغل فعلا عشان يحمي الاطفال، وما يشتغلش فيها غير اللي هو مؤمن بالقضيه. عايز يحمي الاطفال وعايز يبلغ عن اي، لو لقى باب متهالك هيقع على طفل في المدرسه، لو لقى ازاز، لو لقى كلب، ممكن حد يقول كلب؟ هو احنا هنتكلم على ان موظفين في لجان الحمايه تبص على الكلاب الضاله؟ الكلاب الضاله ممكن تعض الاطفال وممكن تعمل لهم مشكله. البيبان المتهالكه، البلعات اللي موجوده، الاطفال اللي بتسوق التكاتك، الاطفال اللي يعني بتسوق التريسيكل. رحمه تجاه الاطفال وذمه وضمير، رحمه وذمه وضمير وتكافل وانسان يتعامل مع الطفل، انسان. عايزين يعني حد يبقى انسان بمعنى كلمه انسان، يتعامل مع قضايا حقوق الطفل. دكتور عزه العشماوي امين عام المجلس القومي للطفوله والامومه، عضو لجنه الخمسين سابقا، وطبعا خبره دوليه في حقوق الطفل من الاتحاد الافريقي واللجنه الدوليه لحقوق الطفل، فيعني خبره كبيره والوقت كان معاكي مر بسرعه جدا. انا سعيد جدا وبشكر حضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، احنا اللي سعداء. اهلا وسهلا، شكرا لحضراتكم والى اللقاء في حوار اخر.